بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم وجعل الأعمال إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمة الإسلامية في هذا اليوم في الفرح والسرور إن شاء الله تعالى، وأن ينصر إخواننا في كل مكان وأن يثبتهم وأن يكون عندهم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، هنا صلاة العيد اليوم عيد الأضحى في مسجد التسامح، مسجد التسامح بمدينة فرانكفورت، المسجد يعني حديث العهد. نهار إن شاء الله تعالى نزور جدي مسجد التسامح. الحمد لله حضرنا كي نغيب سلمان، حضرنا كي أتصن الجنسيات، يعني الجنسيات مختلفة حتى كي نغدا، لأنه مسجد التسامح دائما الخطبة تيرين اللغة العربية اللغة الألمانية، وبالتالي الشباب والجنسيات مختلفة ماشي غير مغربيين، وهاد تسنت جانا كي نغني الحمد لله. يعني الاجواء ذاني تاغانا شنو الاجواء اللي مزيده وين ماره دي فرانكفورت دي غليمان، يعني يوذن الحمد لله تزلجان ذاني تات زارني مسلمان تقن باكر عيد وشار بعض طحن ومن بعد غارسان بعض وغارسن شا كولي جن مينيتيك، يعني وتجيبو شنو الاجواء ديال المغرب انه يوذن ماره غارسن فمن غلا ذاني تات شي غارس هو غارس، لان ذني القوانين ذاني تثقى بانه ممنوع اغرس الا ستري سنتيوها فهمت وشا، ولكن ذني يوذن طحن بار خيخ فنس نوصينا مجلس تقن لحد الان اتصني ونقاني خصا غنقاطع، ولكن وذني بوش الاتفاق جاء ثم زيداوين الجمعيات بانه غنقاطع اغرس فهمت، وبالتالي كل جن يتقن منو من زما ومنو من يخص، ولكن الاغلبيه يعني يوذن الخو خدمان غاسن الارتباطات التص تسن تسمى بحرا تسن تزجان وشا طحن سعدون الخدمة تسني سعدون شوين تسعي هناك فاميليا نسن. نطلب الله تعالى الزين يقبل ان شاء الله تعالى غادير العيد ان شاء الله تعالى فاتحه خير على الامه الاسلاميه وعلى المسلمين ان شاء الله تعالى. نطلب الله تعالى أن يجمع إن شاء الله هو روني مسلمين ذني تضيف معثان وذي العالم يكمل إن شاء الله تعالى. وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نبارك العيد عيد الأضحى لجميع المسلمين في أنحاء العالم. بالنسبة لعيد الأضحى هنا في ألمانيا، طبعا احنا كنجتمعوا هنا مع الإخوة جزاهم الله عنا خير الجزاء في المسجد، لكن الأجواء في المغرب طبعا كتكون أحسن نظرا للحرية، والإنسان كيقدر مثلا يذبح ويزور الأقارب هنا. بالنسبة لهنايا الإنسان كيصلي وبالخصوص إذا كان في مثلا في أيام ديال العمل، فليس ما كيكونش عنده الوقت انه يزور الاخوه والاحبه. وبهذه المناسبه كنتمنى ان شاء الله الجميع الاخوه المسلمين في جميع انحاء العالم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. نتبارك ييث مثنى مره ذات قليمان دي انحاء العالم يمسر من مره وذي المغرب مقارس نعيدكم مبروك سعيد كل عام وانتم بخير. بالنسبه لعيد ذانيتا ذا المغرب ديني جنفاق ما يمي ذانيتا العيد، قمت انا غير تفقد سيت مزيده صافي العيد ينتهى ذي المغرب لا غنغدي يومين ثلاث ايام يبدا نتا حنا فاميليا نسن زوار فاميليا نسن تايحن كسين العطله واخدمان ذانيتا الخدمه هاد فانغ بنادم غادي يفوغ يخصتي واش شادي حد يخدم إوا دوا خصها ذا سنينيغ قاغهم. عيدكم مبروك سعيد كل عام وانتم بخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد
الله أكبر 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 الله أكبر